السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي طلبة الطلبات ثالثة ثانوي، معكم ميسيو محمد شعبان، وأنت على قناة فرنساوي الثانوي مع ميسيو محمد شعبان. لو أنت مرة في القناة أنصحك تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة، ولو أنت مرة في القناة ممكن تخش على قوائم التشغيل تلاقي قائمة اسمها ثالثة ثانوي، خش وشوف أي فيديو أنت عايزه، الفيديوهات بالترتيب ورا بعضها. وإن شاء الله يا شباب النهاردة بعدنا مع حل المواقف والقواعد اللي على الدرس الثالث من الوحدة الثانية. قبل ما نخش على الحل ان شاء الله نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. واول حاجه عندنا يا شباب النهارده هي المواقف، والموقف اللي قدامي دلوقتي اول موقف بيقول فو دموندي ان كوبا كيل برون او غوتي كيسكيل دي، يعني انت بتسال صديقك ماذا هو يتناول في وجبه التصبيره. كيسكيل دي ماذا هو يقول، هو هيقول ايه؟ هيقول جمونج ان او دو فروي، يعني انا باكل واحد او اتنين فاكهة. تمام، طبعا وجبة التصبيرة بناكل فيها يا اما فاكهة يا اما بسكوت، حاجات خفيفة كده. تمام، طب نشوف معنى الكلمات التانية بيقول ايه. انا اريد تذوق الجاتوهاية بتاعتك بالشوكولاتة، وجبة الجوتيه سيتان ريبال جير، يعني وجبة التصبيرة وجبة خفيفة. وهنا بيقول انا اتناول التصبيرة بعد المدرسة. السؤال التاني بيقول ايه، فو دوموندي ا فوتريمير، انت بتسأل والدتك كومبيان دوف، كم عدد البيض المي هي تضع دان لو جاتو في الجاتو. كيسكيل دي ماذا هي تقول، هتقول ايه؟ جون مي سانك، يعني انا اضع منه خمسة. الاون هنا عايد على البيض، جون مي سانك. هنا ايه، انا اكسر البيض لكي اعمل اومليت، وهنا انا بحب كثيرا الجاتو اللي بالشوكولاتة. والرابع معناها الجومونج ديزوف، يعني انا باكل بيض في الفطار، هتبقى الاجابه رقم ايه. الموقف الثالث يا شباب بيقول فودو موندي او فوندير، انت بتسال البائع لو بري دان كيلو دي بنان، سعر كيلو الموز، كيس كوفوديت، ماذا انت تقول. هتقول له بنسال عن السعر بنستخدم مصطلح اسمه سي كومبيان او سي افي كومبيان، اي حاجه من المصطلحات اللي بتسال عن السعر، او كومبيان كوت. طيب يبقى هنا لي بانان سي كومبيان، الموز بيتكلف كام. طيب فوزافي دي بانان، يعني انت لديك موز، وهنا انت تضع موز في البانكيك احد انواع الكيك. يعني ماما وتومي لي بانان، ماما انت اين انت تضعي الموز. رقم اربعة لو بولونجي الخباز فو دوموند، يسألك سوكو فو فولي، ماذا انت تريد، كيسكو فوديت، ماذا انت تقول. هو قال لك عند مين، عند الخباز، الخباز بيبيع عيش. تمام، هيقول ايه، انا اكل عيش، لا هتقول انا اريد مكرونه، لا برضه هتقول واحد باجت، يعني واحد عيش فرنسي، ايه دو كرواسون واتنين كرواسون بالشوكولاته، اكيد طبعا دي الاجابه الصحيحه. مون اونكل ايه بولونجير، عمي يكون خباز، لا مش هتنفع. خمسه فوتر امي فو دوموند سو كيل فو، يعني صديقك بيسالك سو كيل فو، ماذا يلزم، بورفير ان بيتزا، لكي نعمل بيتزا، كيسك فوديت، ماذا انت تقول. هنا بزوان دان باكيت دوفرين، نحن في حاجة الى باكو دقيق او كيس دقيق. جيمونج دي بيتزا ودجيني، انا باكل بيتزا في الغداء، وهنا هذه البيتزا تكون لذيذة، وهنا انا اطلب واحد بيتزا للعشاء، هتبقى الاجابة الاولانية. رقم ستة لو باتيسيير الحلواني فو دوموند اكال بارفان، بيسألك في اي طعم او باي طعم، فو ايميلو جلاس، انت عايز الايس كريم، كيسك فوديت، ماذا انت تقول. هتقول ايه، هتقول جوفدري ان بول على فريز، يعني انا عايز البولة بتاعتي بالفراولة. طب معاني التانيين ايه، بيقول هذه الايس كريمة تكون مع حبيبات من الشوكولاتة، وهنا انا اريد كورني دي جلاس، يعني اللي هو القرطاس بتاع الايس كريم اللي هو الكيبو كونو كده. رقم اربعة بتقول الايس كريمات في هذا المحل تكون رائعة، طبعا هتبقى الاجابة رقم سي. السؤال السابع يا شباب فو بروبوزي ان ايدي، انت بتقترح فكرة على صديقك، كيسكو فوديت، ماذا انت تقول. هتقول له ساتودي، ساتودي دالي او سوبر مارشي، ماذا يعني لك او ايه رأيك للذهاب الى السوبر ماركت. رقم ثمانية يا شباب فو دوموندي افوتو كوبا لو نومبر دي سيري با كوتيديا، انت بتسأل صديقك عدد وجباته اليومية، كيس كيل دي، ماذا هو يقول. جبرون تروا ربا بارجور، انا اتناول ثلاث وجبات في اليوم.
السؤال اللي بعد كده يا شباب، رقم واحد في المجموعة التانية، لوفوندير فوديمونت، البائع بيسألك لا كوانتيتي، الكمية بتاعت الطماطم، كو فوفولي اللي انت عايزها، كيسكو فوديت، ماذا انت تقول، جون فودري دو كيلو، انا اريد منها 2 كيلو. طبعا الضمير قلنا برضو عايد على الطماطم، انا اريد منها 2 كيلو. السؤال الثاني يا شباب، فوزيت اوريون فروي اليجيم، يعني انت تكون في قسم الفواكه والخضروات، كيسكو لو فوندير فودي، ماذا البائع يقول لك؟ البائع هيقول لك ايه، كومبيان دي كيلو دي كورجيت فولي فو، يعني كم كيلو من الكوسة انت تريد كورجيت. طب هنا معناها ايه؟ انت ليس لديك فواكه، وهنا انت عندك كوسة يا سيدي، وهنا كم عدد البائعين اللي بيعملوا في هذا القسم. تمام، كيسكيل دي كيسكيل فو دي، يعني هو هيقول لك ايه. رقم 3، فوفولي فير ان ريجيم، انت تريد ان تعمل ريجيم، كيسكي لو سبيسياليست، كيسكو لو سبيسياليست فو كونسي، ماذا المتخصص، سبيسياليست يعني الشخص المتخصص، فو كونسي ينصحك، انت عايز تعمل ريجيم هينصحك يقول لك ايه، هيقول لك مونج ان بودي تو، يعني كل قليل من الكل. طيب جو سوي ان ريجيم سيفير بور بجرير، انا اتبع، طبعا هنا سوي ده يعني يتبع، ده فعل اسمه سويفر، سويفر يعني يتبع، تمام، وتصريفه مع الجو بيبقى سوي زي فيرب اتر كده بالظبط. جو سوي ان ريجيم سيفير بور مجرير، يعني انا اتبع ريجيم قاسي لكي اخس، وهنا تناول كثير من الصودا، وهنا انا اريد خسارة الوزن، طبعا هتبقى بي. السؤال الرابع، فوفو ليمون جي دي بيعورت، انت تريد ان تأكل زبادي، كيسك فوتري مير فوديت، ماذا والدتك هتقول لك؟ هتقول لك ايه؟ هتقول لك انا اشتري الزبادي اللي انت عايزه، وهنا هتقول انا احب كثيرا الزبادي، وانا اذهب لتناول الزبادي، لاخذ الزبادي من الثلاجة. وهنا مامير السايد دي فيرلو يعور، يعني والدتي تحاول ان هي تعمل الزبادي. طبعا انت عايز تاكل زبادي، والدتك هتقول لك ايه؟ هتقول لك جاشيت لو يعور كوتوفو، يعني انا هشتري الزبادي اللي انت تريده، فو يعني يريد. فوتري مير فوتري فرير فو دوموند بوركوا فو الي اوريو فيوند، يعني اخوك بيسالك لماذا انت موجود في قسم منتجات اللحوم، كيسكو فوديت، ماذا انت تقول؟ هتقول ايه؟ هتقول اون اشيت دي لا سوسيس، احنا هنشتري سوسيس، سوسيس اللي هو السجق. رقم 6 يا شباب، او ريستورو في المطعم، لو جارسون فو دوموند فوتر بواسو بريفيري، انت في المطعم والجارسون بيسالك عن مشروبك المفضل، كيسكو فوديت، ماذا انت تقول؟ هتقول ايه؟ عايزين مشروب، هتقول له جو فودري ان ديابولو مينت، انا اريد مشروب النعناع. رقم 7، فودوموندي افوتريمير لا كانتيتي دي سكر، انت بتسال والدتك عن كميه السكر، كميه السكر كلمين التي هي تضع دون لا تارت دي اوبوم في تورته التفاح، كيسكي فوديت، ماذا انت تقول؟ هتقول لها كومبيان دي جرام دي سكر، كم جرام من السكر اون مين نحن نضع دان لا تارت اوبوم في تورتة التفاح، اول اختيار. رقم 8، فو فولي انفورمي سير لوبري دان بريدوي، يعني انت عايز تستعلم عن سعر منتج من منتجات الالبان، كيسك فوديت، ماذا انت تقول؟ هتقول ايه؟ هتقول ديزوف سيكومبيان، يعني 10 بطاطا تكلفه كام؟ حد هيقول لي هو البيض من منتجات الالبان؟ اقول له ايوه، البيض محطوط في قسم منتجات الالبان. تمام يا شباب. طيب نشوف المعاني التانية، كومبيان كوت، كم يتكلف زجاجة زيت، طبعا ده منتجات زيتية في قسم ويل. طب كاليلو بري دان كيلو دي لانتي دعتس، ما ينفعش. طب ان باكيت دي بير، يعني كيس من الزبدة صافي كومبيان، يتكلف كام؟ المجموعة الثالثة يا شباب، أول موقف فيها بيقول فوترامي فو دوموند، يعني صديقك بيسألك لا ريسيت دو كاتريكار، الوصفة بتاعت كاتريكار، كاتريكار ده يا شباب نوع من أنواع الكيكة أو التورتة، كيسكيل دي، ماذا هو يقول؟ هيقول لك إيه؟ هيقول لك كالسون ليز انجريدي دو كاتريكار، يعني ما هي مكونات
الكاتر كار، يعني ايه الحاجات اللي بنستخدمها واحنا بنعمل الوصفة دي. هنا لكاتر كار سيكوا تكون ماذا، وهنا سيكمبيان تتكلف كام، وانت وهنا معناها انت جاهز في مساعدتي لتزيين الجاتو. رقم 2، فوترامي فو دي موند فوتر ليجين بريفيري. صديقك بيسألك الخضار المفضل لك، كيسك فوتيت، ماذا انت تقول؟ طبعا بيسألك عن خضار مفضل، يبقى اول حاجة دور عليها الخضار. طبعا هنا كاروت خضار، ديت رقم ب. وهنا ليه ليجيم فري، الخضروات الطازجة. سو ايتيل، تكون مفيدة للصحة. الياد ليجيم فري دان سوق كوميرس، يوجد خضروات طازجة في هذا المتجر. طبعا كل ده ما يعنينيش، انا يهمني اللي هو الحاجة اللي هو بيحبها تبقى بي. على باتيسيري في محل الحلواني لو فوندير فو دوموند، البائع بيقول لك او بيسألك سوكو فو فولي، ماذا انت تريد؟ كيسكو فو ديت، ماذا انت تقول؟ هتقول له ايه؟ انت واقف فين في محل الحلواني؟ هتقول له ايه؟ هتقول له دي فريونديز على كريز، يعني حلويات بالكريز. رقم 4، فوزيت على فارماسي، انت في الصيدليه. كيسكو فو ديت او فارماسيا، ماذا انت تقول الى الصيدلي؟ هتقول له ايه؟ في الصيدليه بنروح عشان نشتري دواء، فهتقول له ابورت جو فودري انتيبيوتيك 500 مللي جرام، يعني عايز مضاد حيوي 500 جرام مللي جرام. وهنا بيقول ايه؟ احضر لي سمك بالرز. وهنا الصيدليه تكون بعيده عن المنزل، وهنا الصيدلي يجهز الادويه. رقم 5 يا شباب، ان كوبا فو دو موند، صديق بيسالك سي فو بوفي دو تي، لو انت بتشرب شاي، يعني هل انت تشرب شاي؟ كيسكو فو ديت، ماذا انت تقول؟ وي جون بوا ان بو، ايوه انا عايز منه شويه. وهنا بيقول له لا لا تضع سكر في الشاي بتاعي، وهنا انا اتناول شاي في البلكونه، وهنا انا لا اتناول الشاي صباحا. رقم 6، فو دو موندي او فوندير، انت بتسال البائع لو بري دان برودوي، انا سعر منتج معين. كيسكل دي، ماذا هو يقول؟ انت بتساله عن السعر، هو هيقول ايه؟ هيقول ساكوت 50 ليفر ايجيبسيان، يعني هذا يتكلف 50 جنيه مصري. رقم 7، فو دو موندي ا فوتري مير، انت بتسال والدتك كومون فير ان جاتو، كيفيه عمل الجاتو. كيسكو فو ديت، ماذا انت تقول؟ انت اللي هتسال والدتك عن كيفيه عمل الجاتو، هتقول لها ايه؟ جو فودري سافوار لي زانجريديو بور فير ان جاتو، انا اريد ان اعرف المكونات لعمل الجاتو، وهي دي الاجابه الصحيحه. انا اريد جاتو هي بالشوكولاته، وهنا عايز اكل جاتو في الحفله، وهنا ضعي هذا الجاتو في الثلاجه. طبعا الاجابه رقم ايه. السؤال الثامن يا شباب، والسوبر مارشي يعني في السوبر ماركت، فو فولي اشتي دي باجيت، انت تريد ان تشتري عيش فرنسي، كيسك فوديت، ماذا انت تقول؟ انت اللي عايز تشتري عيش فرنسي، هتقول ايه؟ اوي لوريو دي با، يعني اين قسم المخبوزات. بعد كده يا شباب، المواقف اللي جت قبل كده في الامتحانات، اول موقف فيهم بيقول او سوبر مارشي يعني في السوبر ماركت، فوفو انفورمي سير لو بري، انت بتستعلم عن سعر كيلو الطماطم، كيسكو فوديت، ماذا انت تقول؟ بنسال عن السعر، بنقول سافي كومبيان، كم يتكلف هذا. لو بلونجير افيك فو دو موند، يعني الخباز بيسالك سيكو فو فولي، ماذا انت تريد؟ كيسك فو ديت، ماذا انت تقول؟ هو بيقول لك الخباز، يبقى بيبيع حاجه زي دو باجيت، يعني اتنين عيش فرنسي طويل. بور فو انفورمي سور لو بري دو بانان، يعني اللي جاي تستعلم عن سعر الموز، كيسك فو ديت، ماذا انت تقول؟ صافي كومبيان، برضه كم يتكلف هذا. بور اشتي دي ليجيم، لكي تشتري خضار، تو دي او فوندير، انت هتقول للبائع جو فودري دو كيلو دو كاروت، انا اريد 2 كيلو من الجزر. تو ديكري تا كوبين لا ريسيت دو جاتو تو دي، انت تصفي الى صديقتك وصفه عمل الجاتو. تو دي، انت هتقولي لها ايه؟ مي ضعي اوتون دو بير كو دو فرين، حطي او ضعي دقيق، كميه من الدقيق مثل الزبده. رقم 6، او مساويه لي، كلمه اوتون تو دو بير كو دي فرين، يعني كميه من الزبده مساويه للفرين. لو ميديسا تو دوموند، الطبيب يسالك لا كونتيتي
الكمية من المية كتبوا التي أنت تشربها تودي. أنت هتقول جو بوا دو لتر دو بار جور، أنا بشرب 2 لتر مية في اليوم. السؤال السابع يا شباب، إنامي صديقة تدموند تسألك لا كونتيتي دو سكر، كمية السكر كون دوا متر دان لا تارت أو بوم، التي نحن يجب أن نضع في تورتة التفاح. الدي هي هتقول اون دو متر دو 50 جرام دي سكر، يعني نحن يجب ان نضع 250 جرام من السكر. نخش بقى يا شباب على تمارين القواعد، واول سؤال فيها او اول مجموعه اسئله بتقول اون مي ان دود نوت ويل سور لا سالاد. طبعا هنا جايب لي يا شباب ظرف كميه ان بو، وان بو ديت احد ظروف الكميه اللي بيجي معاها دو، والدو ديت ما بتتغيرش الى دي يو او دو او اس او دو الابوستروف، هي كل اللي هي بتعمله ممكن تبقى دي او او دي ابوستروف حسب الكلمه اللي بعدها. طبعا الكلمه اللي بعدها هنا بتبدا بمتحرك فهتبقى دي ابوستروف. السؤال الثاني، جي فودري ان كيلو نوت بواسون سيل فو بلي، نفس الفكره كيلو من كل اي حاجه بتعبر عن الكميه الدو بتاعتها ثابته. تمام، ان كيلو دو بواسون هناخد دي او. مونج ان بو دو تو، هنا طبعا مصطلح اسمه ان بو دو تو، نفس الفكره برضو الدو بتاعته ثابته لا تتغير. رقم أربعة، مارتين مي ان بو نو اتومات، ان بو دو برضو دو او ما بتتغيرش. جو فودري نو ات سكر، هنا بقى يا شباب هناخد اداه تجزئه مع الماكولات والمشروبات مع فعل فولوار اللي هو فودري هنا معناه يريد لصيغه الاحترام، هو ده فودري، ده هو فيرب فولوار اللي معناه يريد بس جاي بالشكل ده للدلاله على الاحترام. جو فودري دو سيكر، كلمه سيكر مفرد مذكر هتاخد دي او. السؤال الثالث يا شباب، فوز افي نوت سيل، انتم لديكم ملح، هياخد اداه تجزئه يبقى دي او. طبعا هنا فيرب افوار مع اللي هو معناه يمتلك مع المأكولات والمشروبات هياخد اداة تجزئة، لان احنا بنمتلك بعض من كل، مش بنمتلك كل الملح اللي في الدنيا، ما ينفعش اخد لو اخد دي او. رقم سبعة، سوفوندير ا نوت او مينيرال، هذا البائع لديه مياه معدنية. كلمة مياه معدنية هنا كلمة مفرد مؤنث هتاخد دو الابوستروف عشان هتاخد اداة تجزئة، عشان هنا فيرب افوار مع المأكولات والمشروبات بياخد اداة تجزئة. رقم 8، نوز افو نوات بوم فريش، نحن لدينا تفاح طازج او فريش. تمام، هناخد هنا ايه كلمه جمع، هنا هتاخد دي او اس. ما مير اشيت ترو دو، ترو دو من ظروف الكميه هتاخد دي او، الدو بتاعتها ثابته. ذا وي اشيت ان كيلو دو، برضو الدو بتاعت الكيلوهات ثابته، اي حاجه تعبر عن الكميه الدو بتاعتها ثابته. رقم 11، تو فو نوات فيوند اميدي، انت تريد لحمة اميدي يعني زهرا. فولوار يريد من الافعال اللي بتاخد ادوات تجزئة مع المأكولات والمشروبات، كلمة فيوند مفرد مؤنث هتاخد دولار. تو مونج نوات ترتين، ترتين جامع هتاخد دي او اس. جو مونج بكو دو، بكو دو ثابتة، بكو دو الدو بتاعتها ثابتة لان هنا بتعبر عن كمية. جو مونج انا اكل كثير من الفشار في السينما، كثير من، جو مونج بوكو دو كثير من. المجموعة الثانية يا شباب، لو فوندير ا دو بانان، البائع لديه موز. نو نو نوات اشتو تروا كيلو، هنا يا شباب عايز نختار ضمير من الضمائر يحل محل كلمة ايه، البائع لديه موز، نحن نشتري 3 كيلو من ايه، من الموز. عايز اختار ضمير يحل لي محل كلمة الموز، هياخد ايه يا شباب مع فيرب اشتي، هياخد اداة تجزئة، يبقى المفروض ان انا اعوض عنه بضمير يحل لي محل كلمه مسبوع باداه تجزئه اللي هي هيبقى الضمير اون. تمام، ليه قلنا اون؟ عشان لو جيت قلت يشتري موز هتلاقي ان كلمه موز لما تيجي مع فعل يشتري هتسبق باداه تجزئه. تمام، طيب اداه التجزئه دي اللي جايه مع الاسم اللي انا هعوض عنه بضمير، ايه الضمير اللي بيحل لي محل الاسم اللي مسبوق باداه تجزئه؟ هو الضمير اون. سبور اي فيولو، هذه الرياضة تكون عنيفة. مونفيرير نو نوت براتيك با، اخويا لا يمارسها. عايز اعوض بضمير عن كلمة سبور، هذه الرياضة سبور. تمام، طيب عايز اعوض عنها بضمير مع
فيرب براتيكي، فيرب براتيكي مع الرياضة بياخد أداة معرفة بدون حرف جر. طيب يبقى أنا هاخد إيه؟ هاخد لو. ليزامي سيلين نوت أسان كونت سير فيسبوك، يعني الصديقات سيلين عايز أقول عندها 50 على الفيسبوك. 50 من إيه؟ من الصديقات. سان كونت ديزامي على الفيسبوك، تمام. طالما جايب لي هو رقم، تمام، يبقى انا هاخد الضمير اون اوتوماتيك مو. دي احد العلامات اللي انت بتختار منها الضمير اون. لو جايب لك رقم، تمام، بيعوض عن اسم في بداية الجملة، 50 ديت 50 من ايه؟ 50 من الصديقات، تمام. هنا تختار على طول الضمير اون. لكنترول الامتحانات جو نوت اي كاتر اجوردوي، انا عندي 4 من الامتحانات النهارده. نفس الفكرة، عند 4 من الامتحانات يبقى برضو الضمير اون. رقم 5 يا شباب، سيفروي هذه الفواكه النوت ام فري، هو يحبها طازجة. فيرب ايميه ده معناه يحب، هو من افعال الميول، وافعال الميول كلها بتاخد مفعول مباشر. هنا سيفروي جمع تاخد ال او اس. لبوم التفاح متي نوت دو دان سيتريسيت، ضع 2 من ايه؟ من التفاح. يبقى جايب لي رقم وعايد على حاجة في الاول، على عايز نحط ضمير مكان الاسم اللي موجود في الاول، وجايب لي رقم عايد عليه، يبقى انا اختار الضمير قلنا على طول. لو المياه جو نوات بوا دو لتر بارجور، دو لتر 2 لتر من المياه. نفس الفكرة، ناخد الضمير قلنا. لفريز الفراولة ال نوت اشيت دو كيلو، دو كيلو 2 كيلو من ايه؟ من الفراولة، يبقى اون. لوسي سي سو السجو جو نوت بريفير او دي جيني، بريفير ده يعني يفضل، هو احد افعال الميول، وافعال الميول كلها قلنا ايه؟ ان هي بتاخد ضمير مفعول مباشر، هيبقى لو. لوتي اون نوت بوالو متا، يشرب بوار ومونجي مع المأكولات والمشروبات، بياخدوا الضمير اون اوتوماتيك مو على طول. رقم 11، لتومات الطماطم ما مير نوت مي سير لا بيتزا، امي تضع على البيتزا، تضع ايه؟ تضع دو تومات من الطماطم، تمام. هيبقى هنا ناخد ايه يا شباب؟ اون، الضمير اون. لو ماتش الماتش جو نوت ريجارد استاد افيك ميكو با، انا اشاهد الماتش في الاستاد. ريجارد لو ماتش، ريجارد هنا مع لو ماتش هياخد مفعول مباشر لو، تمام. حد هيقول لي يا ميسيو ده فيه هنا حرف الجر او، فهنا هاخد ضمير مفعول غير مباشر. لا، حرف الجر ده جاي مع الجملة اللي بعدها، لكن انا بشوف علاقة الفعل ده هو مع الكلمة اللي انا شايلها دي وعايز اعوض عنها بضمير، تمام. هنا ده لو ماتش ده اصلا غير عاقل، انما لوي ولير اللي هم بتوع المفعول الغير مباشر دول بيجوا مع العاقل بس، انما لو ماتش ده مش عاقل، فهنا هاخد ضمير مفعول مباشر لو. سيكادو هذه الهدايا النوت ابوكو، هو لديه منها بوكو كثيرا. هنا ناخد ضمير مفعول اون، انا اخد اون. ليه خدنا اون؟ عشان هنا جايب لي افوار وبعدين بوكو. فيرب افوار ده من الافعال اللي بتاخد اداة تجزئة مع بوكو وسيكادو. يعني ايه؟ يعني لو انا جيت اقول هو لديه كثير من الهدايا، هقولها ازاي؟ هقول ال ا بوكو دي كادو، هقولها كده، تمام. هتلاقي ان الجملة كده، هتلاقي ان كلمة كادو اللي انا عايز اعوض عنها في ضمير مسبوعة بايه؟ مسبوعة بظرف كمية. وايه هو الضمير اللي بنستخدمه في حالة ان احنا عايزين نعوض عن كلمة مسبوعة بظرف كمية؟ هو الضمير ان. المجموعة الثالثة يا شباب، أول سؤال فيها بيقول نو مونجو، تصريفات الأفعال بقى. فو فيندي، تو بوا، جو نوت ان كيلو دي تومات سيلفو بلي. هنا عايز أشوف معنى الفعل. جو نوت ان كيلو دي تومات، كيلو من الطماطم. جو فو، أنا أريد كيلو من الطماطم لو سمحت. مامير نوت لوديني، مامير ده اسم مفرد يبقى بريبار. رقم 6 بيقول اون نوت دي فروي سور لو جاتو، اون مي نحن نضع، جاشيت انا اشتري،
ايه الفي ولا ايه الايه؟ نشوف معنى الجملة. ايه النوع دو في روي او جوتي؟ هي اتنين فاكهة في وجبة الجوتي، يبقى ايه البرون؟ هي تتناول. البرون هي تتناول. فو نوات دي كرواسو مدام، فو زافي، انت لديك كرواسو يا مدام. رقم 10 يا شباب، لي زونفون نوات دولي، الاطفال نوات دولي يعني لبن. طبعا هنا الاطفال هنا كله هيتصرف مع الاي لافي كاس. طيب هنا جايب لي بعد النوت اداة تجزئة، ايه الفعل اللي في دول اللي بياخد اداة تجزئة مع دولي؟ دولي دوت حاجة بتتاكل ولا بتشرب؟ بتشرب، يبقى بواف. طيب مامير، طب حد هيقول لي احنا خدناش ليبري فير وايم، لان هنا في اداة تجزئة. اداة تجزئة يبقى يا اما ياكل او يشرب. هنا خدنا يشرب ليه؟ عشان هنا كلمة ليه يعني لبن، معناها يشرب، يبقى يشربون اللبن. ما ينفعش اقول ياكلون اللبن. مامير امي نوت سان كورونجي سير لا تابل، خمس تفاحات، خمس برتقالات على الترابيزه. اون هناخد مي، مامير مي امي تضع خمس برتقالات على الترابيزه. اون نوت دو سون جرام دي سوسيسون، اون اشيت، اون اشيت. تروا جلاس، ثلاثه ايس كريم، كوت تتكلف كومبيا. كوت هنا اخرها او ان تي، لان تروا جلاس ده اسم جامع هنصرفه زي الافيك اس بالظبط، يبقى كوت اخرها او ان تي. المجموعه الرابعه يا شباب، سا نوت كومبيان، صافي، صافي كومبيان. الضمير سا ده هنا ضمير يا شباب، سا ده ضمير بيساوي ال بالظبط، بجيب الفعل معاه زي ال. اتنين نوت موا دو جيس سيلفو بلي، عصير لو سمحت. هيبقى سيلفو بلي هنا هيت بيقول لي صرف مع الفو، يبقى دوني، اعطيني عصير لو سمحت. دون زينير، في خلال ساعه. جو نوات لا تابل، دون زينير في خلال ساعة يعني زمن مستقبل. لما يجي لي دون وبعدها مدة زمنية تدل على المستقبل على طول، يبقى جو في رونجي، أنا سوف أرتب الترابيزة. تو إيم نوات دو جاتو، تو إيم فير. ليه خدنا فير في المصدر؟ عشان عندي فعل متصرف قبله، يبقى لازم يكون في المصدر هنا. خمسة ميزون فو، أطفالي نوات أن بو دو جازيز، قليل من المياه الغازية. أطفالي يبقى هنا هتدي أمر لمين؟ للأطفال، يعني هتصرف الأمر مع إيه؟ مع الفو، يبقى هقول إيه؟ بوفي، اشربوا قليل من المياه الغازية. كومبيان نوات ليبوم، ليبوم هنا جمع، يبقى هتصرف مع الإلافيك أس، يبقى كوت. رقم سبعة نو نوات دوتي، نحن إيه؟ دوتي، نفس الفكرة السؤال الأولاني فوق خالص. دو تي يعني شاي وماخد أداة تجزئة، يبقى يشرب نو بو فو. تو نوات فير دو جاتو، تو فو. إل فيل هم يريدون، فو نوات دي ياورت، هيبقى فو فو زافي، أنتم لديكم زبادي. بور اتر، بعد حرف الجر الفعل بيجي في المصدر. نو فولو نحن نريد مشروبات باردة. مي بارو والدي نوات دوتي او بالكون، يشربون الشاي في البلكونة. والدي دول اسم جمع، يبقى يعامل معاملة الضمير ال افيك اس، هيبقى ال بواف، ال بواف. طبعا دي مكتوبة غلط. المجموعة الخامسة يا شباب، اول سؤال بيقول بارفان فو بريفيري، كلمة بارفان مفرد مذكر، طالما جايب لي كل كلها يعني كل بجميع انواعها، بجميع انواعها الاربعه، يبقى هنا بيسهل لي الامور. ابص على الكلمه اللي بعد النقط، مفرد مذكر، يبقى اخد كل المفرد المذكر. فو مونجي، انتم تاكلون ايه؟ ماذا؟ ماذا اللي تيجي في اخر السؤال معناها كوا، دي ماذا برضو بس بتيجي في اول السؤال. ابورتي نوات ان جاتو، ابورتي موا، احضر لي ان جاتو، واحد جاتو. لافيوند اللحمه، ابلي نوات كولو بواسو، هنا مقارنه يا شباب، وفي الصفه المقارن فيها بتتبع الموصوف الاول او المقارن الاول، تمام. هنا لافيوند مفرد مؤنث، فناخد صفه مفرد مؤنث تبقى شير. معنى الجمله اللحمه تكون اكثر غلوا من السمك. ماما يا امي، جي نوات فا، انا جعان، يبقى جي نوات فا هنقول ايه؟ جيت ريفا، انا جعان جدا.
رقم 6 اكري نوت كونتيتي، كونتيتي جمع تاخد سي او اس. جو بريفير لي ريبا، كلمة ريبا جمع مذكر فتاخد ايجيبسيا. رانا بارل بكو، ظروف الكمية ممكن تيجي في اخر الجملة من غير الدو. انترت نوت شوكولا، شوكولا مفرد مذكر هتاخد او. توني نوت اكومباني با على باتيسيري، انت لا تصطحب الى محل الحلواني. عايز اقول انت ايه؟ انت لا تصطحبني. فين تصطحبني؟ عايز ضمير عايد عليا انا، يبقى توني ماكومباني، توني ماكومباني با على باتيسيري. طب واحد هيقول لي ده هنا تو، المفروض اختار تو. لا، شوف المعنى اللي عندك ايه. لو اخترت التو هنا هيبقى معناها ايه؟ انت لا تصطحب نفسك الى الحلواني. لا طبعا، انت لا تصطحبني. طيب السؤال رقم 11، نوت اليمنتاسيو مفرد مؤنث تاخد كلمة مفرد مؤنث. انفو اي بيل، انفو ديت من الكلمات اللي هي بتنفع مذكر ومؤنث. اي بيل يعني تكون جميلة، بيل هنا مفرد مؤنث، فنعرف على طول ان كلمة انفو ديت مقصود بها هنا إيه؟ ان هي مؤنث مفرد فتاخد ست، مؤنث مفرد. فو مونجي دي لا فيوند، انتم تأكلون لحمة. وي ايوه، نو نوات مونجو بو، نحن نأكل منها قليل. يأكل مع المأكولات والمشروبات ياخد ان على طول. المجموعة الستة، تامير والدتك، تو نوت ايد او تاش مناجير، انت تساعدها في المهام المنزلية. طبعا حد هيشوف هنا حرف الجر اه مع تاش مناجير هنا في الجملة هيقول لك ده كده مفعول غير مباشر، ناخد ايه؟ ناخد لوي. اقول له لا يا حبيبي، ليه يا ميسيو؟ اقول لك يا باشا فيرب ايديه تمام بياخد مفعول مباشر، يعني لو لا الا ابوستروف ليه. هنا تامير مفرد مؤنث، فالمفروض اخد لا، بس عشان الفعل بيبدا بمتحرك فاخد الا ابوستروف. طب ليه ما ينفعش الوي؟ ده هنا عندك حرف الجر اه اهوت. اقول لك انت مش واخد بالك من حته، ايه هي؟ ان انت اصلا لما بتيجي تعوض عن مفعول غير مباشر تمام بتشيل حرف الجر اه مع الاسم اللي انت عايز تعوض عنه. طالما هو جايب لك هنا حرف الجر اه، يبقى ده مش تبع اصلا الاسم الاولاني، ده مش تبعه، يعني الجملة ديت اللي على اليمين دي كده مش تبع، يعني اقصد ان هي مش هتفيدني في حاجة. ليه؟ لو انا عايز اقول مثلا جو تليفون، انا بتصل بالتليفون اه علي، اه علي بتصل بالتليفون بعلي. لو انا جيت اقول لك الجمله بقى كده، علي جو نوت تليفون تمام، هل انا هنا حطيت حرف الجر اه بعد تليفون؟ لا. ليه؟ لان بشيل حرف الجر مع الاسم، الاتنين بشيلهم وبحط مكانهم ضمير لوي تمام. طالما هنا في حرف جر اه، يبقى هو ده اصلا جايبولي عشان يلخبطني، مش عشان يقول لي اختار ضمير مفعول غير مباشر. لا، ده هو جايبولي عشان يلخبطني، لاني اصلا الجملة مش محتاجة حرف جر. علاقة الفعل ده هو مع الكلمة اللي انا عايز اشيلها ده او اعوض عنها بضمير، مش محتاجة حرف جر. انت تساعد امك، يبقى تو ايد تامير، انت تساعد والدتك. فيرب ايديه، لو انت لسه ما فهمتهاش، فيرب ايديه من الافعال اللي بتاخد مفعول مباشر على طول تمام. لولي ابلي اتيل كو، مقارنة. لبنان اون نوت اشيت بكو، بكو مع اشيتي هيبقى ناخد ضمير اون مع المأكولات والمشروبات. اوتو فا نوت تونشيام، اين انت تذهب؟ افيك مع الكلب بتاعك. السؤال الخامس يا شباب، ساندي نيمبا لي كريفيت، ساندي لا تحب الجمبري. ده سؤال منفي، يبقى اجابته يا اما بايه؟ بايه؟ يا اما بسي يا اما بنو. طب نشوف الاجابه بتاعت السؤال ايه. ال ليزادور، هي تعشقها تمام، يبقى هي بتحبه. هنقول ايه؟ بلا، هي تعشق، يبقى سي. نوزي مو بوكو نوت بوم، هنا بوكو هاخد دو؟ لا يا حلو، اصحى. ليه؟ عندك هنا افعال الميول، يحب يكره يفضل يعشق كلام من ده، دول ما بياخدوش معاها دو، بتيجي بكو وبعدها الأداة التعريف عادي، بكو لي بوم. هم نحن نحب كثيرا التفاح، معناها كده، فمش محتاجة
ظرف كمية. صافيكم بيان نوت توتال، توتال يعني بالإجمالي، ما بتاخد حرف الجر أو توتال يعني بالإجمالي، هذا يتكلف كام إجماليا. رقم 8 جوني با فام، أنا مش جعان. جوني فو بو مانجي، أنا لا أريد أن أكل بكو كثيرا. بور طبعا هنا خدنا بكو ليه في الآخر، في آخر الجملة ظرف الكمية ممكن يجي من غير الدو. بور سويفر، لكن نكمل برضو لشرح الحتة ديت، لكن بكو دو هنا ما تنفعش، لازم يجي بعدها اسم، وان بو دو لازم يجي بعدها اسم، وتري يجي بعدها صفة، يبقى هي بكو اللي تنفع معي. رقم 9 بور سويفر، لكي تتبع ان ريجيم المنتير، نظام غذائي، كل قليل من كل. رقم 10 جيم لي بواسو، انا احب المشروبات، كلمة المشروبات جمع مؤنث تاخد صفة جمع مؤنث، فريش الطازجة. 11 تو اد افير لا كويزين، انت تساعد في الطبخ، فير لا كويزين يعني في الطبخ، يعني هنقول كي تو اد افير لا كويزين، من انت تساعد في عمل المطبخ او في الطبخ. كي مامير ابورت، مامير ابورت سان كونت جرام دي فروماج، يعني والدتي تحضر 500 جرام من الجبنه فرماج مفرد مذكر، فناخد صفه مفرد مذكر بلون. رقم 13 يا شباب، ومونجي دي فروي نوا ديسير، انتوا بتاكلوا فواكه على شكل حلويات، اللي هي في كده كان بيتباع زمان او لسه موجوده، اللي هي بتبقى حلويات صغيره كده على شكل فواكه، تمام. ديت المصطلح بياخد حرف الجر اون، فروي اون ديسير يعني فواكه على شكل حلويات اللي هي بتاعه الاطفال الصغيره دي. التمرين السابع يا شباب، تو دو مونجي اسي نواد فيوند، اسي دو فيران سبور، ممارسه الرياضه، سي نواد بور لا سونتي، سي بون بور لا سونتي، بعد بعد المصطلح سي بتيجي الصفه مفرد مذكر، يبقى سي بون، هذا جيد بالنسبه للصح. جيم نوت لا كويزين، جيم فير، فير لا كويزين يعني يطبخ، انا احب الطبخ. مون بوتي صغيري، وبعدين فاصله، يبقى هنا هتديله فعل امر، سي فروي عايزه تقول له هذه الفواكه، كل هذه الفواكه، كل يبقى مونج. اليا نوت كونفيتير سي لا تابل، دولا مع اليوم مع المأكولات والمشروبات بناخد أداة تجزئة. رقم 6 يا شباب، لوزن فون ايم اشتي نوت بونبو، الأطفال يحبوا يشتروا البونبوني، اشتي دي او اس، اشتي مع المأكولات والمشروبات ياخد دي او اس. مونسيو كومبيان كوت سي بو دي كونفيتير، دي كلمة مفرد، هذا العبوة من المربى، هذا البرطمان من المربى، يبقى ده مفرد، يبقى هتصرف فيرب كوتي مع ال ال المفرد، يبقى ال كوت. فو نوا دو تي او دو كافي، انتوا تشربوا شاي ولا قهوة؟ فو بوفي. جو نوا دي بوم، جو فو دي بوم، انا اريد 2 تفاح. رقم 10 يا شباب، بابا اشيت دو بان، بابا يشتري خبز، اون نوات مونج تو لي جور، نحن نأكله كل الأيام. قلنا إن مأكولات ومشروبات مع مونجي وبوار ناخد الضمير أون. لوبير إل نوات مي سانت جرام دالو جاتو، هي تضع 100 جرام من قصدي في الجاتو، تضع 100 جرام من إيه؟ من الزبدة، طبعا يبقى هنا ناخد الضمير برضو أون. لي ريبا الوجبات، أون نوات برون تروا بار جور، بروندر لي ريبا، يبقى ناخد ضمير مفعول مباشر ليه. رقم 13 نواد فوندير فون دي فروي فري، كلمة فوندير مفرد مذكر هتاخد سو. المجموعة الثامنة تو مونج بكو دي فروي، أنت تأكل كثير من الفواكه، هنقول له إيه؟ هنقول له بوركوا، لماذا؟ فوزالي أو سينما، أنت تذهب إلى السينما، هيبقى كوند، متى؟ إي سو سي سي سون، يكون هذا السجق، عايزين نوصف السجق، أسأله عن وصفه، حلو وحش جميل كلام من ده، هنقول كومو، كومو خدناها من سنة أولى، بتسأل عن وصف شيء، كيف يكون السجق يعني اوصفه لي. رقم 4 فا او سوبر مارشي، يذهب إلى السوبر ماركت، مفيش فاعل في الجملة، عايز أقول من يذهب، هيبقى كي فا، كي فا او سوبر مارشي. السؤال الخامس يا شباب،
كيلو دي سكر اون اشيد، كيلو يبقى كومبياندي كم كيلو من السكر نحن نشتري. كتلي بوم تتكلف التفاح، كومبيان كوت بتسأل عن السعر. فو مونجي دي الافوكات، انتم بتاكلوا فاكهة الافوكات، هيبقى اسكو، هل انتم تاكلون؟ اسكو يعني هل. اي تون بلا بريفري، يكون طبقك المفضل. كالي كالي تون بلا بريفري، ما هو طبقك المفضل. كواب تيجي في النص او في الاخر، معناها ماذا. كي معناها من. كيل بتيجي مع المؤنث، والكلمه هنا مذكر يبقى كيل. رقم 9، فوبريني لو بتي دي جيني، انتم تتناولون الفطار، يبقى متى كوند. اليفو افيك لا فامي، انت تذهب او انتم تذهبون مع العائله، هيبقى او اين انتم تذهبون او اين حضرتك بتذهب مع العائله. لا كريفيت، الجمبري، سي كوا، يكون ماذا. تو تروف سو ريسترو، انت تجد هذا المطعم. كومو تو تروف، يعني ايه رايك في هذا المطعم. كومو تو تروف مصطلح على بعضه. افيك كي، مع مين انت بتروح المارشي اللي هو السوق. السؤال اللي بعد كده يا شباب، ان كيلو دو فريز، يعني كيلو من الفراوله صافي كومبيان، يتكلف كام. مامير اشيت نوع الطماط، مامير تشتري نوع الطماط، الطماطم طبعا بالكيلو، يبقى ان كيلو دو طماط. ليون مونج نوت جاتو، يعني ليو بياكل جاتو كو مارك، اكثر من مارك. طبعا هنا جاتو ده اسم، تمام، ومن المقارنة مع الاسماء بنختار حاجة فيها دو، يبقى بلودو. ما ليو يأكل كثير من الجاتو اكثر من مارك. رقم 4، رامي ايم لفريز، رامي بياكل بيحب الفراولة، النوت مونج بكو، هو بياكل منها كثير. طبعا هنا عايز اعوض عن كلمة لفريز بضمير، كلمة لفريز الفراولة مع فيرب منجي يأكل ويشرب، المأكولات والمشروبات مع فعل يأكل او يشرب بتاخد الضمير اون على طول. سور استروبري بار دي ريبا، كلمة ريبا جمع مذكر فتاخد صفة جمع مذكر، يبقى شو، وجبات ساخنة يعني. مامو جي ان نوت فا، جي ان جي ان جروند فا، جي ان جروند فا. رقم 7 يا شباب، الفوبر وندر دي لسوب، هم سوف يتناولون او يتناولون الشوربه. وي ايوه، الفو نوت بروندر، هم سوف يتناولونها. طبعا هتلاقي ان فيرب بروندر مع الشوربه لاسوب واخد اصلا اداه تجزئه اهوت دو لاسوب، فناخد عنه نعوض عنه بالضمير اون، لان اما تلاقي الفعل مكرر في الجملتين تبص على الجمله الاولانيه، لو لقيت الكلمه اللي انت عايز تعوض عنها مسبوقه باداه تجزئه تعرف على طول ان انت هتاخد الضمير اون، طالما الفعل ثابت في الجملتين. كلام واضح. رقم 8، اليا بكو نوع جيس، بكو دو جيس، كثير من العصير، يوجد كثير من العصير. رقم 9، جيم نوت لوديني دانسور استرو، جيم نوت لوديني دانسور استرو، انا احب مثلا جدا العشاء في هذا المطعم. جيم بيام، انا احب جدا العشاء في هذا المطعم. توماس مونج بوكو دي فروي، يعني توماس بياكل كثير من الفواكه. ايوه، ايه نوت مونج بوكو، هو بياكل منها كثير، يبقى اون. مامير فا نوت دي كورس، فا فير لكورس، تتسوق. تفو عليه سينما، انت هتروح السينما. بوركوا با، بوركوا با بتدل على الموافقه، يبقى وي. لو بواسون اي نوع ديليسيون كو لو بولي اي بلو، يكون اكثر لذاذه من الفراخ، اطعم من الفراخ. رقم 14، اون مونج ترود نوع بومبو، ترودو ظرف كميه. المونج نوع فيوند، فيوند يعني اسم حاجه، يبقى ناخد حاجه فيها دهات، يبقى اوتون تدو، مقارنة، هو يأكل كمية من اللحمة مساوية للفراخ، معناها كده.
وبكده الحمد لله يا شباب نكون خلصنا حل تمارين المواقف والقواعد اللي على الدرس الثالث من الوحدة الثانية. أتمنى أن تكونوا استفدتم، لو استفدت لا تبخل أن تضع لايك للفيديو وتشير لكل أصحابك عشان الكل يستفيد، ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.